اطلاعا بدورها وتنفيذا لمهامها، استطاعت السرية البحرية المقاتلة سوسة اقتحام سفينة مشبوهة دخلت المياه الإقليمية، حيث لم تستجب لنداء برج المراقبة للكشف عن هويتها فيما حاولت الدخول إلى منطقة العمليات. هذه السرية البحرية المقاتلة في سوسة تنفذ دوريات متتالية لحماية وصون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، حيث تشرف على كل من منطقة الحمية غربا إلى درنة شرقا، وتمكنت من إحباط عديد من عمليات إبحار مجهولة والقبض على سفن تجارية مشبوهة تقترب من عملياتها البحرية محاولة الدخول إلى المياه الإقليمية دون أن تستجيب لنداءات الرادارات التي تطلقها القوات البحرية عن طريق برج المراقبة، لتحيلها بعد القبض إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه المهمة التي نفذتها السرية البحرية سوسة تطبيقا لجملة من العمليات العسكرية والأمنية المناطة بها من خلال مراقبة رادارية لاحتمال رصد عمليات مشبوهة لتأمين المياه الليبية من أي خطر أو تهديد محتمل يتمثل في عبور أي سفن مجهولة الهوية أو محاولة اقترابها من المياه الإقليمية.